جون 17 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال ال 15 بيقول لي يا جماعة بيقول لي the diagram shows a metal foot bridge located كوبري موشاه الظاهر in the Sahara desert في منطقة هو عايز يعني عشان يقول لي يعني منطقة حر يعني which the temperature is much less at night than during the day درجة حرارة بالليل قليلة جدا ودرجة حرارة الصبح عالية جدا فطبعا يا جماعة كوبري ده بيعمل expansion وcontraction فظيع The ends of the bridge are firmly fixed to the sides of a narrow valley. الكوبري ده يا جماعة يعني مثبت من هنا ومن هنا. أهو يا جماعة الكوبري بالمناسبة هو الخط السوليد ده. The solid line shows the bridge during the coldest part. ده يا جماعة في ده الكوبري شايفين منظره عامل ازاي؟ ده كده في السقعة. Which dot line, dotted line shows the bridge at the hottest part. طبعا يا جماعة الكوبري ده كده ده على الكولد فلما يبقى في الهوت هي اكسباند صح ولا لا كانه بيقول لي يا جماعه هو ده الخط المنقط ده لما يكسباند هيبقى ايه هيبقى ايه ولا يبقى بي ولا يبقى سي ولا يبقى دي تعال نشوف ادي يا جماعه الكوبري ده اهو ده يا جماعه شكله عامل كده لم ده لما يجي يسخن ويكسباند ودول ثابتين خد بالك ان ده ثابت وده ثابت مش بيتحركوا تمام طيب ده لما يسخن يا جماعه بصوا شايف هو عامل ازاي ده لما يسخن هيبند اكتر لفوق كده تمام لا هيبند لتحت يا جماعه هو اصلا منحني لفوق فده لما يكسباند ينحني لفوق اكتر مش هينحني لتحت يعني تمام فطبعا هو مش هينحني بهذا الشكل اذا لما الكوبري ده اللي هو بيه ده يكسباند لما تبقى الدنيا حر اكيد هتبقى الاجابه الفقره اي سؤال يعني بسيط جدا عن جزئيه الثيرمال اكسبانشن